بسم الله الرحمن الرحيم. التايمر في السل 411 ال او في السل عموما بياخد رمز BCT01 زي ما احنا شايفين كده، وموجود في السير ريليز كوانتيتي 32 تايمر من BCT01. بي سي ده اللي هو ايه الكونديشن تايمر، سي تي كونديشن تايم 01 رقم 1 لغاية رقم 32. طيب ده موجود زي ما قلنا في السير ريليس. هنا التايمر هو بيقول لي كونديشن تايمر ده مع البيك اب اند نو دروب دروب اوف او دروب اوت تايمينج دايجرام. يعني هنا بيبقى التايمر بتاعي في تيبل اللي هو ده عبارة عن BCT01. طبعا التيبل ده موجود في المانوال، انا خدته بس عشان يبقى سهل في الشرح. البي سي تي 01 ان يعني الانبوت بتاعه التايب انبوت، والبي سي تي 01 بي يو يعني بيك اب فاليو بتاعته التايمنج فاليو سايكلز، ده برضو عبارة عن انبوت تدخل له القيمة بتاعته، والدروب اوف هيعمل دروب اوف امتى، والاوتبوت بتاعه بناخده من الرمز ده بي سي تي 01 كيو. تمام. طيب هو هنا الانبوت بتاعه زي ما احنا شايفين من اليسار كده، البيك اب بتاعه لما يجي الباينري انبوت يدخل على البي سي تي 01 ان اي ان هيبتدي يعمل بيك اب فاليو. اول ما التايم بتاعه اكسباير بيك اب تايم اكسباير هيشتغل، حتى لو الانبوت لسه مستمر طبعا خلاص هو هيشتغل بعد الاكسباير تايم خلاص. بعد كده البي سي تي 01 كيو الاوتبوت هيجي بعد الايه البيك اب تايم اللي هو الزمن اللي ما سيتنج بتاعه تايم سيتنج. بعد كده يديني ايه يفضل شغال كونتينيوس لغايه ما الانبوت يفصل. لو انا حاطط دروب اوف تايم هيفضل شغال فتره وبعدين يفصل. تمام. if the backup time is not satisfied the timer output never turns on. يعني برضو لازم لو ما كملش التايم بتاعه البيك اب يبقى مش هيلحق يشتغل اساسا. طيب دلوقتي الكلام ده طبعا فين؟ في اللاين ديفرنشال ريلي السيل 411 ال اللي هو الجهاز اللي في الصوره ده. طبعا في نوعين من التايمر، كونديشن تايمر ده او كونديشننج تايمر، ودي البارامتر بتاعته كنا بنتكلم عليها من شويه. تمام. وفي نوع تاني اللي هو السيكونس تايمر اللي هو ده. السيكونس تايمر ده تايمر بيشتغل بطريقه معينه. طيب لما اجي انا اتكلم عن التايمر، لو فتحت السيتنج عايز اعمل تايمر، في التايمر ده بيبقى حاجه خارجيه حاجه اضافيه، فاي حاجه عايز اضيفها زي لما كنت بعمل في السيمنز في سي اف سي او في الاي بي بي في الابلكيشن كونفيجريشن او في المايكوم في البي اس ال. هنا بقى بعمل بروتكشن لوجيك وفي جرافيكال لوجيك اللي تحتها. ماجي هنا بعمل ايه؟ بقول البي سي تي 01 اللي هو التايمر الاولاني اي انبوت، الانبوت بتاعي ده اللي هو كان موجود في المانوال لما شفناه اللي هو الجزء ده بي سي تي 01 اي ام يعني انبوت، ده باخده معايا يكون هو بعمل دبل دوت ايكوال انبوت 202 او الانبوت اللي انا هدخل عليه الانبوت. انا بالنسبه لي هنا عايز اعمل كوميونيكيشن فيل، فبدخل انبوت 202 ده انا عارفه ان هو جايب كوميونيكيشن فيل. لو حصل كوميونيكيشن فيل هيبقى باينري انبوت لل التايمر اللي هو الانبوت بتاع التايمر. احنا عرفنا ان ده الانبوت بتاع التايمر. طيب البيك اب فاليو بتاعتي برضه دبل دوت هيساوي 2 او انا كاتب 2000،
مفروض اعملها 2 مثلا، يبقى كده العلامة هنا مثلا، بس كده 2 سايكل، لان هو بيقول لي التايم بالسايكل، البيك اب فاليو بيقول لي التايم بالسايكل هنا اهي، تايم فاليو ان سايكل، دي 2 سايكل انا عايزه ثانيتين، هضرب بقى ثانيتين في 60 يعني بكام؟ ثانيتين يدوني 120 سايكل، تمام؟ او انا حسب ما انا محتاجه قد ايه. المهم ده البيك اب تايم بتاعه. بعد كده عايز الاوت بتاعه، فلازم هنا انا عندي بارامتر اسمه البي اس في. البارامتر البي اس في ده دي كميه الاوامر اللي انا اقدر اخدها من الريلي. انا عندي بي اس في من 0-1 تقريبا، يعني مش فاكر العدد كويس، حوالي 24 بي اس في. انا هستخدم رقم 1 ده اللي هو الاوتبوت بتاع التايم، يبقى دي الاوتبوت بتاعي. ممكن اكتب الدروب اوف فاليو هنا، اروح كاتب الدروب اوف فاليو البي سي تي 0-1 دروب اوف او دروب اوت، معرفش هو بسميها هنا برضو دبل دوت هيساوي برضو 2 هو قبلها فعلا اهو، يبقى هو الامر سليم. هو على فكره لو انا كاتب حاجه غلط مثلا، خلينا نكتب الدي دي تي، يعملها احمر على طول، فتتاكد ان هو سلبها لك سمره كده، يبقى البلاك بلاك كلر مين كوريكت ايكويشن، ديس كوريكت ايكويشن. دي كده طريقه التايمر. خلاص انا هاخد ده بقى بي سي تي 0 كيو ده واخده على اوتبوت او البي اس، هنشوف كده هيقبل انهي واحد، البي اس البي سي تي 01 كيو على الاوتبوت بتاعي هنا انترفيس بورد، اروح جاي حاطه هنا قبلها، يبقى هو ده الامر اللي باخده. ما اعرفش البي اس في هياخده ولا لا، بي اس في 01 برضه قبلها، يبقى لو حطيت ده او حطيت ده هيقبل الايه الاوتبوت بتاعك، ان ده لو اشتغل ده بيساوي ده اصلا، الاوتبوت ده بيشغل ده والاوتبوت بيشتغل لما ده، يعني ده بيحفظ خانه الاوتبوت. دي اول طريقه للكونفيجريشن اللي هي ايه، ازاي اعمل تايم بالبروتكشن لوجيك فري، بالبروتكشن فري لوجيك. طيب هل انا عندي حاجه هنا ممكن اضيفها؟ انا هنا ممكن اسيب مسافه كده واعمل هاش واكتب ان ده الكوميونيكيشن فيل، كيشن فيل او ديستانس كوميونيكيشن فيل او اي اللي انا عايز اضيفه، ديستانس كوميونيكيشن فيل. هنا اكتب هاش البيك اب فيل، هنا هاش دروب اوت فاليو، تمام؟ هنا برضو هاش اوت بوت او تايمر اوت، تايمر اوت بوت، تمام؟ دي كده اول طريقة للتايمر، ان انا كده قدرت استخدم الاوتبوت بتاعي. خلاص انا لو حطيت انبوت دلوقتي ده عليها بوزيتيف ونيجاتيف على الانبوت 202 ده، بعد ثانيه بعد 2 سايكل اللي انا حاططهم هنا او الزمن اللي انا عايز اركبه او احطه في السيتنج ده هيشتغل، وحتى لو غاب مش هيفصل الا بعد الدروب اوف تايم ده او دروب اوت تايم. دي كده كان التايمر. طب لو انا حابب اعمل التايمر ده بالجرافيك لوجيك، الجرافيكال لوجيك، بعمله ازاي؟ انا عرفت ان في عندي نوعين من التايمر، هو مديني في الجرافيكال لوجيك تايمرز اللي موجوده عندي، تالي في نوعين او 3، بس احنا شفنا نوعين، شفنا كونديشنال تايمر، هنا مكتوب تايمرز تحت اهو. خلاص انا هشوف ايه اللي عندي. هي في 3 انواع، في سيكونس تايمر من نوع بي سيكونس، وفي اي سيكونس، وفي بي كونديشن تايمر. انا هاخد الكونديشن تايمر ده اللي انا لسه قاري عنه في المانوال دلوقتي. خلاص عندي فعلا انبوت وبيك اب ودروب اوف وكيو، ده كل اللي انا محتاجه اصلا. طيب الانبوت قلنا عباره عن ايه؟ الانبوت ده عباره عن اللي جاي لي من الكوميونيكيشن يقول لي ان هو فين. طيب هو انبوت رقم كام؟ اجيبه منين؟ ادي الانبوت اهيت هنا،
لو حبيت اجيبها من هنا اد element، معرفش باخد الـ input من هنا كده واوصله عادي جدا زي ما كنت بعمل في الـ ABB Relays او في الـ application configuration بتاع الـ ABB Relays او حتى في الـ PSL بتاع الـ Arriva والمايكوم ريستوم ريليز. طيب انا كده السيمبل ده، ايه السيمبل ده؟ انا عايز input بتاعي، فبضغط عليه كده واضغط على properties، هيديني هنا اسمه ايه، طبعا علامة حمراء عشان مفيش حاجة. انا ممكن انا اكتب نفسي هنا الانبوت، انبوت اهو شايف يكتب لك انبوت 201، اي انبوت انت محتاجه 202 203، او ان انت تختار وورد بت معينة من هنا. انا عارف ريلي وورد بت، عارف ان الانبوت هنا والاوتبوت، او حتى عايز فانكشن هي اللي تدخل على التايمر، احيانا بحتاج فانكشن هي اللي تشغل التايمر زي ما كنت بعمل في السي اف سي للاوترو كلوزر، نفس الشيء موجود هنا. تمام، فانا عايز باينري انبوت اهو الاليمنت اليمنت انبوت، وادخل الحاجات المتاحه عندي موجوده هنا. خلاص انا هختار مثلا انبوت 203 ده المتاح عندي مثلا، كويس، والياس اديله عايز اسميه، عايز وعلى فكره انا اقدر اسمي كل الانبوتس هنا بحيث ان انا يبقى اسمها معروف، ما اتعبش في التدوير عليها بعد كده، اكتب الاسم يبقى يظهر لي على طول. يعني مثلا كوم فيل، كوم فيل، طبعا هنا بيديني احمر ليه؟ لان عدد الحروف زياده. خلاص هو كده هيقبله على كده، خلاص تمام. هو هنا اوردر 2 ربما يكون 203 ده مستخدم قبل كده. قوم في كان انتظر الاوردر 1 و2، ممكن يكون استخدام اول ولا تاني، يعني الانبوت بيخش يهتم بانهي لو هو مستخدم كم اكتر من مره، يعني ممكن تكون معلومه كده مش متاكد منها عايز تكتب كومنت عليها عشان تكتب مثلا كلمه طويله. تمام اوكي خلاص، انا كده عرفت ان ده كوميونيكيشن فين، وهو حتى كتب لي كل الديتيلز اللي انا كتبتها. بنفس الطريقه انا اقدر اعمل اخد الاوتبوت بتاعي اد اليمنت اللي هو الاوتبوت بتاعي. طيب هنا اخد سيمبل انبوت الاوتبوت برضو بقدر اوصله من هنا عادي خالص كده. ده كام؟ عايز اوت بقى، اوت مثلا هو بيدي كل الاوتبوت المتاح عندك، انا عايز اوتبوت مثلا 204. طيب هتسميه ايه؟ برضه هسميكم فيل. تمام انا عايزه التاني، مش هتفرق هنا، هنا برضه بقول كوميونيكيشن فيل. تمام اوكي، بقى عندي الانبوت 204 كوميونيكيشن فيل، وعندي الاوتبوت كوميونيكيشن فيل. تمام هنا واضح ان الاثنين صعب يبقوا مسمى واحد. طب اجربها تاني وبعدين نشوف. صعب الاتنين يبقوا مسمى واحد، فهنسمي هنا ديت كوم اندرسكور فيل كده اوكي، يعني كوميونيكيشن فيل. طيب ده كده الفكره بتاعتي. بعد كده بعمل كومبايل جراف لوجيك تو سيتنج، جراف
بقى عندي مشكلة البيك اب والدروب اوف. انا لما بعمل كومبايل للسيتنج ده بيوصل لي تكست ان هو بيلغي لي التايمات اللي انا كنت حاططها فوق. فهي دي مشكلة التايم ده، ان المفروض البروبرتيز بتاعته هنا كان يديني تايم قيمته كام بس. فده اللي انا وصلت له لغاية دلوقتي، وان شاء الله نشوف المشكلة دي بعدين.